حافظت مؤسسة حياة كريمة عددا كبيرا من الحقائب والأدوات المدرسية على تلاميذ وطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية داخل قرى ومركز ديرامواس التابع لمحافظة المنيا، وذلك لأبناء الأسر الأولى بالرعاية. جاء ذلك خلال حفل نظمته حياة كريمة داخل مدينة ديرامواس تحت عنوان راجعين نتعلم، حيث شهد الحفل العديد من الفقرات الفنية. احنا النهارده في مبادره جديده في امتداد لمبادرات حياه كريمه المتعلقه بالعمليه التعليميه. حياه كريمه لم تكتفي فقط بمبادرتها من اجل تقديم مراجعات نهائيه للثانويه العامه او تكريم طلاب الثانويه العامه او حتى تغيير منظومه العمل والتعليم في بعض المدارس القرى للمنظومه اليابانيه. اليوم في مبادره جديده راجعين نتعلم في امتداد لهذه المبادرات، راجع مدرستي من اجل تقديم الشنط المدرسيه، الحقائب المدرسيه مجهزة بالأدوات المكتبية للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية. بنوزع فيها مئات الشنط على القرى والأطفال الأكثر احتياجا، ودي بيتم طبقا لمعايير معينة بتحددها المؤسسة. منذ الأمس شغالين على ان احنا نطلع الفعالية بالشكل المحترم اللي يليق بالطلاب بتوعنا. احنا جالنا التكليف من اسبوع ان احنا نشتغل على استهداف طلبة مراحل الابتدائي واعدادي في القرى، ومن خلال متطوعينا في كل القرى، قرى حياة كريمة في مركز ديرامواس تم استهداف اكتر من 250 طفل ابتدائي واعدادي واشتغلنا عليهم. احنا نشكر حياة كريمة اللي بتسعد الشعب، ونشكر السيد الرئيس السيسي اللي هو مخلي باله للشعب ومخلي باله لحياة كريمة هي اللي بتسعد الشعب.